بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، نتوقف اليوم عند كلمتين: مخمصة ومتجانف. ربما الكثير لا يعلم ما هو معنى هاتين الكلمتين في كتاب الله سبحانه وتعالى. أولا، هاتان الكلمتان وردتا في آية في سورة المائدة، هي آية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى آخره. عدد أصنافا من الدواب يحرم أكلها، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخره. طبعا أيها الأحبة، الإسلام دين يسر، النبي جاء لييسر على العباد. الله تعالى يريد لنا اليسر. انظر، هذه روعة الإسلام، أنك ما دام قلبك مطمئنا بالله سبحانه وتعالى، مؤمنا بالله، فإذا أكرهت أو اضطررت لأكل شيء نتيجة مجاعة، يعني أحيانا تحدث مجاعات أيها الأحبة، يضطر الإنسان لأكل لحم الخنزير مثلا وهو محرم، فهذا الأمر سبحان الله، يعني رب العالمين رخص لنا أن نأكل المحرمات، وأنه سيغفر هذا الذنب. يعني لم يقل، انظروا أيها الأحبة، لم يقل فإن الله عزيز حكيم، ختمت الآية فإن الله غفور رحيم، يعني هناك ذنب ولكن الله سيغفره، يطمئننا. فمن اضطر في مخمصة، أي مجاعة، يعني هذه الكلمة أيها الأحبة، خمصة يعني ضمر بطنه نتيجة الجوع، وبالتالي المخمصة هي رمز للمجاعة وقلة الطعام، تجعل الناس يعني هزيلين، تجعلهم ضعفاء، تجعل الإنسان نحيفا ضامرا، هذه هي المخمصة، المجاعة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، غير متعمد، يعني من يعني جنف، يعني مال إلى الشيء، انحرف نحوه، تعمد أن يفعله، غير متجانف يعني غير متعمد للإثم. يعني إنسان مثلا يقول: أنا بحاجة أن آكل الربا، أنا ليس لدي بيت ويمكن أن أشتري بيتا عن طريق الربا. طبعا هناك خيارات أخرى كثيرة أمامه ولكنه لا يفعلها، فهذا يعني يعتبر متجانفا نحو الإثم، يميل نحو الإثم لأنه غير مضطر. الاضطرار الحقيقي أن تكون القضية قضية حياة أو موت، قضية فيها خسارة كبرى، قضية تؤثر على الدين، تؤثر على العقيدة، يعني قضايا كبرى أيها الأحبة، هذا هو الاضطرار. يعني مثلا إنسان يتعرض للموت ومجاعة ولا يوجد أمامه إلا أن يأكل لحم الميتة مثلا، أو لحم الدابة المنخنقة مثلا، أو الموقوذة أو المتردية، لا يوجد حل آخر، لا يوجد طعام آخر، وهو يكره هذا الشيء، لا يحب أن يخالف أمر الله، لا يحب أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان وهو مضطر وغير متعمد، يعني غير متجانف أو متعمد لهذا العمل، فإن الله غفور رحيم. انظر أيها الأحبة، هنا ملمح فقط أنا أقوله لكل من يعني يحلل الحرام: إياكم أن تحللوا شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى. يا أخي، إذا اضطررت لفعل شيء قل إن الله غفور رحيم. الله هنا عز وجل يقول: فمن اضطر في مخمصة، في مجاعة، غير متجانف لإثم، غير متعمد لهذا الإثم، لم يقل فليفعل، لا، قال فإن الله غفور رحيم، يعني أنت سترتكب ذنب وسيغفره الله لك. تأملتم أيها الأحبة؟ لماذا؟ لأن القلب إذا اطمأن بشيء، يعني إنسان مثلا اعتبر أن لحم الخنزير حلال
واطمأن قلبه به، عبر الزمن سينسى تعاليم القرآن، سينسى ويعني يتمتع، يستمتع بهذا الطعام ويصبح جزءا من حياته، وبالتالي فإن هذا الأمر يقوده إلى معاصي أخرى، ربما إلى شرب الخمر، ربما إلى محرمات أخرى، مثل الذي يدخن. اعتبر أن التدخين حرام، أنت غير قادر على تركه، اعتبر أنه أمر محرم ومعصية لله تعالى، وقل إن الله غفور رحيم. هذا التفكير أو هذا الأسلوب في التفكير يعني يجعلك مع الزمن تكره الدخان لأنك تتناول شيء محرم. أما إذا قال لك أحدهم إن الدخان حلال ولا يوجد دليل في القرآن على تحريمه، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأنت تلقي بنفسك إلى الهلاك والموت والسرطان وأمراض أخرى بسبب تناولك لهذه المواد السامة. الدخان يحوي عشرات المواد السامة أيها الأحبة. فأنت ما دمت تعتقد أنه محرم ويغضب الله سبحانه وتعالى، ثق تماما، وبنفس الوقت تسأل الله أن يعينك على تركه، وتتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت من الممكن بل من المؤكد أنه سيأتي يوم وتترك هذا الدخان. إذن أيها الأحبة، خلاصة هذا اللقاء، فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف لإثم، يعني غير مائل أو متعمد لارتكاب هذا الإثم، فإن الله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.